السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي سينيور 2، أهلا بكم. هنبدأ إن شاء الله ولاد بحل الأول الامتحان الشامل، طبعا طلبة السنتر طلبة الأونلاين. هنبدأ الأول بحل الامتحان الشامل اللي كان السنة اللي كان الأسبوع اللي فات على الويف كله. تعال نشوف الأسئلة اللي كانت موجودة في الامتحان ونحلها مع بعض، بعد كده نبدأ ناخد فيديو الهومورك. تعال ناخد الامتحان الاول. بيقول لي هنا الريشيو بتوين فريكوانسي اوف ساوند للمان وفريكوانسي للساوند للجيرل 3 لـ 4. احنا كنا قايلين ان الفريكوانسي بتاعت البنات اكبر من الولاد، فاكيد 3 لـ 4. بس بيقول لي الريشيو بتوين فيلوستي المان ساوند and velocity الجيرل in air، يبقى in air دي ايه؟ in certain medium. طب طالما ال two waves بيحصل لهم propagation in same medium يبقى velocity constant. يعني الريشيو ما بين ال velocity كام لكام؟ 1 to 1. اتفقنا مع بعض ان انا لو عندي 2 عصفورتين ماشيين في medium واحد وفي سيرب واحد ماشيين مع بعض يبقى ماشيين بفيلوستي واحدة. ممكن واحدة جناحات أكتر من التانية يبقى الويف لينس هنا أكبر من هنا، فاللي عندها جناحات أكبر تساوسو أقل ففريكونسي أقل، اللي عندها جناحات صغيرة تساوسو أكتر فريكونسي أعلى. فقلنا في الحالة دي ممكن يبقوا مختلفين في الفريكونسي بس متفقين في الفيلوستي. مختلفين في الفريكونسي بس لا، ومختلفين في الويف لينث، والويف لينث انفرس مع الفريكونسي، انما الفيلوستي بتفضل كونستانت يبقى ريشيو 1 to 1. السؤال الثاني بيخدعك، الامبليتيود 2 بس 2 سنتيمتر، هل 2 سنتيمتر موجوده؟ مفيش، انا عندي 2 متر مش 2 سنتيمتر، يبقى عايزها بالمتر اخد ال 2 واعمل لها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 عشان احولها متر، فتطلع 0.02 متر، يبقى ديت الإجابة. الفريكونسي ان على تي، فريكونسي ان على تي، هاخد سايكل واحدة بس مش هتعب نفسي، سايكل بادية من عند واحد منتهية عند خمسة، بادية من عند واحد اللي منتهية عند خمسة، يبقى التايم بتاعها بأربعة، أربعة إيه؟ ملي سكند. يبقى بعمل لها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3، يبقى سايكل واحده على التايم بتاعها 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 تطلع 250 هرتز. اللود هنا اتاتشد باي سبرينج بيعمل 100 كومبليت فايبريشنز، يبقى ده الان. في تايم كام؟ في تايم 10. انا لما يبقى معايا ان وتي وهو عايز الفريكوانسي، الفريكوانسي ان تي، اخد ال 100 على 10 يطلع 10 هرتز. سؤال سهل، ده ويف واحده ولا اكتر؟ ويف واحده. الفريكوانسي بتاعتها 100، لما تبقى عصفوره واحده حاجه من الاثنين، يا بتصوصو عالي يا بتصوصو قليل، يعني يا الفريكوانسي بتاعتها عاليه يا الفريكوانسي بتاعتها قليله، بس الفريكوانسي بتاعتها واحده يبقى الفريكونسي تفضل ثابت. يبقى الويف لو الفريكونسي بتاعتها 100 هتفضل 100، بس الويف لينث بتاعها كام؟ 20 سنتيمتر. الويف لينث لو زاد العصفوره ولو جناحاتها زادت الفيلوستي بتاعها هيزيد. هي هنا الفيلوستي بتاعها بكام؟ اهو الفيلوستي ايكوال ويف لينث تايمز فريكونسي. الويف لينث دي 20 سنتيمتر لما تحولها متر تبقى 0.2، في الفريكوانسي 100 يطلع 20 متر بير سكند. يبقى هو في الميديوم الاولاني كان ماشي ب 20 متر بير سكند، لما عمل ترانسفير تو انذر ميديوم الفيلوستي بقت 30. يبقى ازاي العصفور بدل ما كان ماشي ب 20 بقى ب 30؟ يبقى فرد جناحاته اكتر، ولما يفرد جناحاته اكتر يبقى الويف لينث بتاعه زاد. فالفيلوستي عشان تزيد لازم الويف لينث يزيد معاها، يزيد بنفس الريشيو. دي كانت 20 متر بير سكند، الفيلوستي كانت دي 20 سنتيمتر، دي بقت 30، يبقى اكيد دي بقت 30 سنتيمتر.
يبقى الويف لينث ب 30 والفريكوانسي ب 100 زي ما هو. فريكوانسي مش هيتغير من ميديم تو انذر، يفضل ثابت. طيب هنا انا عندي ان الووتر ويفز عددهم 100 في 20 سكند، يبقى الفريكوانسي 100 ديفايدد باي 20 ب 5. بعدين اعطاني قال لي ان الدايمتر اوف ذا اكسترنال سيركت 8 متر، الدايمتر كله ب 8. انا باخد الراديوس بس، الراديوس يبقى 4، ده الديستنس، يبقى الديستنس ب 4. يبقى الويف لينث دي على الان، الديستنس ب 4 والان، والان ب 100 يبقى 0.04 متر، ده الويف لينث. طيب يبقى الفيلوسيتي ويف لينث تايمز فريكوانسي 5 تايمز 0.04 فتطلع 20 يعني 0.2 متر بير سكند. يبقى الإجابة 0.2 متر بير سكند والفريكوانسي 5. هنا الفايبريتنج سترينج ميكس كام كومبليت فايبريشن، ده الان، في تايم قد ايه؟ 1 مينيت، يبقى التايم ب 60 سكند. اقدر اجيب الفريكوانسي؟ اقدر اجيب الفريكوانسي. اخد ال 3 تايم از 10 باور 4 ديفايدد باي 60. بعد كده هو عايز التايم ريكويرد، عايز البريودك تايم، اقول له البريودك تايم اقلب دي 60 على 3 في 10 باور 4 يبقى 20 في 10 باور نيجاتيف 4 يعني 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. اللي بعده ده دي انا مثلا عندي حبل كده، الحبل ده اهو مربوط كده، وانا جبت شوكه رنانه، شوكه رنانه دي بيبقى مكتوب عليها تيونينج فورك، مكتوب عليها الفريكوانسي بتاعتها، لو انا خبطتها كده تقوم تعمل الفايبريشن بعدد الفريكوانسي اللي موجوده، يعني لو الفريكوانسي 512 هرتز تقوم هي تزن كده تعمل ذبذبات 512 سايكل في الثانيه. فانا لما احطها على الحبل كده تقوم هز الحبل ده اب وداون، يقوم الحبل ده يتهز كده، لما يتهز كده يعمل جوه الروب ايه؟ جوه الروب ده ترانسفيرس ويف. طب انا دلوقتي سامع الصوت والهزه دي ولا مش سامعها؟ سامعها في الاير، يبقى ده لونجيتيودنال، يبقى هو ان اير لونجيتيودنال، ها وي ان ها روب بي ترانسفيرس ويف، يبقى ترانسفيرس ويف لونجيتيودنال. هنا برضه سؤال بيخدع شويه، بيقول لي التايم انترفال بتوين A وB، هو عايز التايم بتاع الجزء ده بس A وB، ده قد ايه من السايكل؟ ده كوارتر، ده كوارتر سايكل. طيب هو مديني جيفن ايه؟ مديني جيفن ان التايم ده ب 0.15، يبقى البريودك تايم ربع في 0.15 4 اسف 4، البريودك تايم قد ده قد السايكل 4 مرات، قد الجزء ده 4 مرات، يبقى 4 في 0.15 يدي 0.6، ده البريودك تايم. طب هو عايز ايه؟ عايز الفريكوانسي، يبقى الفريكوانسي نيو 1 على البريودك تايم، يعني 1 على 0.6 يعني 10 على 6 يعني 5 على 3. ويف واحدة، عصفورة واحدة بتتنقل between two different media، الصوصات بتاعتها واحدة، يبقى الفريكونسي ثابت remains constant، كل ما تفرد جناحاتها أكتر كل ما الفيلوستي بتاعتها تزيد، يبقى الفيلوستي تشينج تتغير، يبقى الفريكونسي كونستنت بات الفيلوستي تشينج.
لو الفريكوانسي بتاعت الاوسيلاتري موشن از دبلد البريودك تايم عكسه يبقى هافد، ده يزيد دبل ده يقل النص. اتخانق مع مين بقى انا دلوقتي بعد الامتحان ده؟ ها؟ اتخانق مع مين؟ فيزيكس تحبها تحلها، تعال ناخد الهوم ورك يلا. بص يا ولاد، اول حاجه عندنا اهو ده اللايت راي. انا عندي كام ميرور هنا؟ اتنين A و B. الانجل بتوين زين 45، ده الانسيدنت راي، ده ريفلكتنج سيرفيس الموجود، دي البوينت اوف انسيدنس. قلت برسم نورمال لاين من عندها، يعني انا باجي واروح راسم نورمال لاين كده، ويبقى دي فاي 1 اهي الانجل اوف انسيدنس ما بين الانسيدنت راي وما بين النورمال لاين. طب دي 45 ودي الترنيت ليها كانت 45، يبقى الفاي 1 90 كلها ماينس 45 يدي 45 ديجريز. اللايت لما يعمل انسيدنت على الميرور يعني على الريفلكتنج سيرفيس يحصل له ها ريفلكشن، يحصل ريفلكشن بالشكل ده بنفس قيمة الانجل اللي هي كام بقى؟ ثيتا 1 45 برضه. يبقى 45 دول مجموعهم 90، يبقى هو كان ماشي في شكل هوريزونتال بقى فيرتيكال، فلما ينزل فيرتيكال يبقى يعمل انسيدنت على الميرور الجديده ريفلكتنج سيرفيس الثاني اللي هو بي، بس في وضع بيربنديكولار، يبقى فاي 2 ايكوال زيرو. لما اللايت يعمل انسيدنت في وضع بيربنديكولار على الميرور يبقى الفاي بي زيرو، يبقى هيحصل له ريفلكت ها اون اتسيلف بثيتا 2 قيمتها زيرو برضه. اجي بقى اشوف هنا هو الطالب ايه، بيقول لي الانجل اوف انسيدنس على بي، انسيدنس اللي هي فاي 2، اقول له فاي 2 ايكوال زيرو. يبقى دي الرسمة زي ما حضراتكم شايفينها، مهمة جدا، السؤال ده بيجي على طول في الامتحان. تعال نشوف ده عايز ايه. هو هنا عايز الانجل ها اوف ايه؟ ها ريفليكشن اوف ميرور بي، يبقى على من عند بي. هنمشي واحدة واحدة، دي ب 40 يبقى فاي 1 اهي، دي فاي 1، فاي 1 دي كام؟ 50. اللايت لما يعمل انسيدنت على ميرور اي بانجل 50 يحصل له ريفليكشن ب 50 زايد، يبقى دي 50 اللي هي ثيتا 1. طب هو عمل ريفليكت من عند ايه بس هيعمل انسيدنت على بي، طب انا عايز اعرف الانجل اوف انسيدنت اللي على بي بكام؟ دي 40 ودي 110، ده تراينجل صغير 40 و110 150، يبقى 30 هنا 30. اجي عند البوينت اوف انسيدنس دي وبرسم نورمال لاين، فيطلع لي دي فاي 2 اهي، يبقى ده كده ولاد ارتد من عند ايه وعمل انسيدنت جديد على بي، فاي 2 90 كلها ماينس 30 يطلع 60، يقوم اللايت يحصل له ريفليكشن من عند بي بثيتا 2 قيمتها 60 ديجريز، يبقى الإجابة 60. هنا بيقول لي هو عايز عايز ها ريفليكشن انجل بتاعت اللايت راي من ميرور سي بس بعد موديفايد، بعد تعديلها بارل لايه، يعني الرسمة دي ما تنفعش، او ما انا رسمها تاني اقول له ده ايه وده بي وده سي بعد تعديله، ويبقى باريل لمين؟ باريل ليه؟ انا كده عدلته بقى باريل ليه؟ اللايت عامل انسيدنت هنا على ايه؟ الانجل ما بين الانسيدنت ري وريفلكتنج سيرفيس ايه بسيرتي، اجي من عندها ارسم نورمال لاين تبقى فاي 1 ب 60، يقوم اللايت يحصل له ها ريفليكشن بانجل كام؟ بانجل 60 هو كمان، ويعمل انسيدنت على مين؟ على بي دي 30،
ودي ب 90 تبقى ديت 60 تبقى فاي 2 ب 30 يوم اللايت يحصل له ريفلكت ب 30 ويعمل انسيدنت تاني على سي ديت بقى ده حرف زد دي 30 تبقى فاي 3 60 يوم اللايت يحصل له ريفلكشن بانجل 60 يبقى بعد ما عملت تعديل وخليت ميرور سي بارل يبقى هو هيخرج منها بانجل 60 بعد كده عندنا سؤالين تانيين احنا دي حليناها خلاص لا لسه دي اللي عندنا ده ريفلكتنج سيرفيس بيقول لي ده الانسيدنت ري دي كلها 140 يبقى دي بكام ب 40 لان دي 180 اجي عند النورمال لاين اهو واحدد فاي 1 تبقى كام تبقى 50 يقوم اللايت يحصل له ايه ريفلكشن بانجل كام ثيتا 150 برضه او انا بقى اشوف هو عايز ايه عايز الريفليكشن انجل 50 ديجريز سؤال زي ده اسئله شويه زياده انا حطيتها لكم عشان بس نتمرن كويس عايز يعمل تريس ذا باث اوف لايت يعني يتتبع مسار اللايت لحد ما يعمل انسيدنت لحد ما يسقط على ميرور ايه وبعدين يعمل ريفلكت من عند سي هو عامل انسيدنت على ايه وعايز يتتبعه لحد ما يخرج من سي طب يلا بينا دول ده نرسم النورمال دي ب 20 تبقى الفاي واحد بكام ب 80 سوري اسف ب 70 ديجريز يوم اللايت هيحصل له ها ريفلكشن ريفلكت من عند ايه بكام بثيتا 1 70 لو دي 70 تبقى دي 20 طيب ده كله مجموع 360 دي 20 و150 170 170 و120 290 290 من 360 يبقى دي ب 70 طب دي لو ب 70 يبقى دي كام؟ يبقى دي 20 فاي 2 ب 20 يوم اللايت هيحصل له ايه؟ ها ريفليكشن بثيتا 2 ب 20 برضه بقت سهل مفيش حاجه ده عايز رسمه برضه بيقول لي اللايت هيعمل ها فولس على ميرور ايه اهو عامل على ميرور ايه عايز الانجل اوف انسيدنس على الميرور بي وسي تعال يبقى هو الاول هيسقط على بي هنعمل دي كده ده النورمال لاين دي ب 60 وده الانسيدنت ري يبقى فاي 1 ب 30 لما فاي 1 ب 30 يبقى ثيتا 1 30 زيها طب دي 30 تبقى دي 60 دي 90 تبقى دي 30 يسقط هنا عند بي يبقى فاي 1 فاي 2 ب 60 يبقى ميرور بي ب 60 يبقى الاجابه يا دي يا دي اهو الاجابه يا دي يا دي يا بي يا سي تعال نشوف الباقي هترتد من عند بي وتسقط على سي هترتد من عند بي بسيتا 2 60 طب تبقى دي السؤالة دي كام؟ 30 والتريانجل ده مجموع 180 دي 30 ودي 120 يبقوا 150 150 يبقى دي 30 لما تيجي ترسم نورمال لاين يبقى الانجل اوف انسيدنس الثالثة اللي هي فاي 3 ب 60 يبقى فاي 2 60 فاي 3 60 هو عايز الانسيدنس على بي وسي يبقى 60 60 كده احنا وصلنا لنهاية فيديو الهومورك ما تنسوش يا اولاد شعرنا فيزيكس تحبها تحلها كل الاسئلة اللي كنت كاتبها لكم زيادة دي في الهومورك هلاك ترسمها تاني وتعملها بالراحة
وزي ما الرسمة عندك والحل عندك، ابدا اشتغل وشغل ايدك على طول، هيبقى اللايت في بدايته هايل جدا، مفيش حاجة صعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبيبي.